حضرت اليوم بسعادة بالغة عيادة المشتركة مع مستشفى القريات اليوم اللي هو يوم الأربعاء 16/0/1438. التجهيزات كانت رغم بساطتها لكن كانت ذات فعالية عالية جدا. شفنا طفلتين مصابات بالخلوع الولادية، كان الفحص السريري لهم واضح جدا، الأشعة تم نقلها بعناية وبدقة كاملة. تحدثنا مع الأهالي عن المشكلة هذه وعن الإجراء الجراحي المتفق عليه وعن العناية بالطفل ما بعد العملية. كذلك ما أثلج صدري هو تعاون الأطباء في مستشفى القريات، وأنهم متفقين مع الرؤية اللي احنا نراها للتعاون مع مستشفى القريات، أنه الطفل راح يسرع قبوله في مستشفى التخصصي في أسرع وقت وتعمل له الجراحة في أسرع وقت، والطفل والأهل ما راح يعانون أبدا في السفر فيما بعد الجراحة. كل العناية فيما بعد الجراحة راح تتم في مستشفى القريات، من ضمنها تغيير الجبس والعناية بالجروح، وأبدوا الجماعة استعداد كامل بهذا الشيء. فالعيادة اليوم كانت يعني باعث كبير للسعادة، ونتمنى أنها إن شاء الله تكون خطوة أولى من ضمن مشوار طويل للعناية أو تقديم رعاية صحية متكاملة لأطفال القريات إن شاء الله.